بنات عالم الجمال والموضة مع فاطمة. الموضوع ديال اليوم هو تشقق القدمين وكذلك اليدين. هذا المشكل كيعانيو منه بزاف ديال البنات والسيدات وحتى الرجال، خاصة فصل الصيف كتبغي الدرية أو المرأة أو حتى الرجل يلبسوا صنيدلات وما يبانوش رجليهم، فيهم دوك التشققات أو فيهم ديك القشرة اللي كتكون غليظة أو داك الجلد المميز وكتكون بين رجل ناشفة بزاف. الحل كيكمل في هاد البومادة. هاد البومادة سميتها سكينو زاليك. كتعرفوا بان هاد البومادة فيها جوج مكونين، مكون واحد فيه الكورتيزون والثاني فيه اسيد ساليسيليك. ما تقولوش يا سكينوزون، هادي سكينو زاليك. سكينو زاليك الفرق بينها وبين سكينوزون ان سكينوزون فيها الكورتيزون وهادي زايد فيها اسيد ساليسيليك. انا غادي نقول لكم مثلا الدور ديال اسيد ساليسيليك اشنو هو الدور المهم ديالو والمفيد في هاد التشققات. كي كنديرو غادي ناخدو رجلينا، غادي ناخدو واحد السطر ديال الماء يكون دافي، يعني غادي السخونيه اللي غادي تحملها فيها الرجلين ديالنا. غنحطو رجلينا في هذاك الماء الدافي اللي غادي شويه سخون، كنزيدو فيه شويه ديال الملحه، كنخليو يعني رجلينا يرطبو 5 دقائق حتى 10 دقائق. فاش كيرطبو في هذاك الماء كنحيدو رجلينا من داك الماء، كنشدو ديك الحكاكه ديال الرجلين، كنحكو مزيان رجلينا هكا حتى كنحيدو منها ديك القشره الفوقانيه. من بعد اشنو كنديرو؟ كنجيبو هاد لابوماد. هاد لابوماد كنجيبوها كنديروها، نفرض هذا هو القدم، كتشدي هاد البوماده كتعمري بها هاد لابارتي او هاد البلاصه، وكنشدو البلاستيك او فيل اليمونتير وكدوريه دوري وتعاودي دوري دوري. الا كانت غير القدام والرجل هكا كلها راه كتعمري بديك لابوماد وكدوري داك الفيل اليمونتير، او الا ما عندكش كديري غير البلاستيك، بلاستيكه عاديه كدوري بحال هكا. علاش كنديرو البلاستيك مع هاد لابوماد؟ كنديرو البلاستيك مع هاد لابوماد باش هذيك ديك الجلده كتسخن لينا مع ديك البلاستيك، وفي نفس الوقت كتبقى ترطب، يعني ما كتبقاش ديك الجلد الميت اللي كنسميوه عندنا. الصباح كي كتفيقي كتغسلي ديك الرجيلات ديالك وكتدهني غير بهاد البوماده. في العشيه عاود من الاحسن انك تعاودي هذاك السطر ديال الماء اللي قلتلك وديري فيه عاود الرجلين ديالك وديري هاد الطريقه ديال البوماده ودوري عاوتاني في الاليمونتير. ما بغيتيش نهاري نهار لا ديري هذاك لو بان رجليك وبحق لا بوماد راه غديرها في الصباح وفي الليل. بالنسبه للناس اللي عندهم دوك التشققات الكثيره، يعني اللي كتكون في اللحى بزاف، هذيك كتمشي للصيدليه وكتقول لي الله يخليك وجد لي بريباراسيون ديال اسيد ساليسيليك، راه فيها ديال 5% وفيها ديال 10%. هذيك الساهيه كتكون بلو إفيكاس على هادي، يعني كتكون الفعالية ديالها أكثر من هادي. علاش؟ لأن هادي فيها غير 2%، هاديك اللي غنصيبي الصيدلي فيها 5% وفيها 10%، يعني هادي كتكون مركزة بزاف. بحق هادي بالنسبة قلت لكم اللي عندهم الناس داك الجلد الميت كثير، يعني كتكون الطبقة قاصحة بزاف بحال كتقول طبقة فوق طبقة، وكيكون عندنا دوك التشققات. هذا بالنسبه للرجلين. كاين واحد القضيه اخرى نقولها لكم، راه التشققات ديال القدمين راه بعض المرات ما كتجيش غير من شوفيه ولا من عدم الاهتمام بالرجلين ديالنا، راه كتجي حتى من نقص الفيتامين واحد. نقص فيتامين واحد راه هو راه كيدينا مشاكل. دخلوا بحثوا وقراو وغادي تشوفوا بانه حتى هو راه كيدير لنا مشاكل، تشققات ديال الرجلين القدم اصلا بزاف. هذا من جهه. من جهه اخرى هاد لابوماد راه كنديروها حتى دوك التشققات، كاينين السيدات اللي كيكون عندهم تشققات او الفلحات هكا في السبعان ديالهم، حتى هذه راه كديريها في الصباح وتعاودي ديريها في الليل، كديريها لمده اسبوع. من بعد كديريها نهار ايه نهار لا، مده اسبوع من بعد كديري نهار ايه يومين لا، من بعد صافي كتحبسيها. من بعد فاش كتولي يديك ورجليك كيوليو مزيان اشنو كديري؟ كتولي ترطبي يديك، كتاخدي شي كريم ديال لي ما وكترطبي بها دائما يديك باش كيبقاو مزيانين وما كيبقاش عندنا دوك التشققات وكتحافظي عليهم. واللي كتكون عندها تشققات ديال رجلين بزاف
ودار هاد لا بوماد او دار ديك لا بريباراسيون اللي قلت لكم ولا مزيان، كتمشي للفارماسي وكتطلبي ليه واحد لا كريم ديال الرجلين اباز ديال الاوري. هذيك الاوري حتى هي كتحافظنا مزيان على الرجلين، راه كاينه الكريم ديال الرجلين وكاينه كريم ديال اليدين، هادو حتى هما بجوج باش كتحافظي على اليديك ورجليك وما كتبقاش عندك داك التشققات وكتبقى عندك رجليك زوينه وكتنتعي بديك الصنيديله اللي شريتي. المهم كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، اي تساؤلات اي استفسارات خلوها لي في التعليقات وانا غادي نجاوب عليها اكيد. كنشكركم على دعمكم للقناه ديالكم والقناه ديالكم بكم باش مستمره وبكم باش ناجحه، ولكم التوفيق الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.